تفقهوا قبل أن تسودوا. قبل أن تسودوا ذكر الحافظ ابن حجر في احتمال الثلاثة. قبل أن تسودوا يعني قبل أن تصيروا سادة ورؤساء. فإذا أن تكونوا قد حصلتم على الفقه والعلم والمعرفة والثقافة وتفق أو هي الله لكم أن كنتم رؤساء وسادة، فإنكم أولا لا تنتفعون بتكياسة ولا ينتفع منها غيركم، ولذلك ينبغي لكم أن تتفقهوا قبل أن تسودوا. فالمراد بأن تسودوا يعني قبل أن ترجعوا وتصبحوا سادة. ولعل البخاري قصد بنقل هذا الآثار التنبيه على أن الإنسان إذا تفقه وعرف وعليم ربما يزهد في الرئاسة وفي الرئاسة، ربما يزهد فيها لأن معه الرئاسة المعنوية، معه الرئاسة المعنوية، فإنه يزهد في ذلك ولا يقيم له وزنا. هكذا يقال، هذه من الاحتمالات المذكورة هنا، تفقهوا قبل أن تسودوا. وهناك احتمال ثاني، قبل أن تسودوا قبل أن تتزوجوا، لأن الزوج في بيته سيد، سيما إذا ولد له أولاد، وإذا كانت له مسؤولية الأولاد فهل يمكن له أن يحصل على العلم وأن يقرأه؟ غير ممكن. وإطلاق الزوج السيد على الزوج هو إطلاق معروف عند الأقباط، مذكور في سورة يوسف، وألف يا سيدها لدى الباب، المراد بالسيد هنا الزوج. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، قبل أن يظهر السواد في لحاكم، يعني تعلموا أنتم صغار، لأن التعلم في الصغار كنخشي في الحجر، والتعلم في الكبار كنخشي عليه. فتذهبوا بالعامة فتكون النتيجة سلبية، ويعتبر هذا الاختلاف من الاختلاف المذموم. ولضيق الوقت سابنوا سيدنا. نعم نعم. الأمر أمر مطاع. كنا في اختلاف الدنيوي يا أستاذ. نعم كنا في اختلاف الدنيوي. الله يتركتك على الشهادة. أنا الهيبة ديالي في المقابلة ديالك دائما أتحدث عنها، زيادة عن الملك وزيادة عن الحدة الفكرية وعن المهارة العلمية، أعطاك الله هيبة خاصة، وأنا دائما أقول هذا على الملأ وأشهد به أمام الله، ولا يحس بهذا إلا من تربى هذا المنبر. اللهم زده هيبة وجلالا، فإن ذلك تابع لاهتمامه بشؤوننا المغاربة، خاصة بالعالم الإسلامي كله يرفو إلى توحيده، وسيحقق الله هذا بعدما يحقق صلاته بالقدس بصفته رئيسا على لجنتها. ولا نقول هذا مجاملة أو نفاقا في وجهه، لا، نقول هذا في غيبته، ونقول بسائر حواسنا، ونرجع لما احنا بصدده لا تمشي الساعة. قلنا شؤون الدنيوية. نعم، هذا الرجل حتى يعطى حقه، هذا كان أول المشاركين في الدروس الحسنية التي كان يشرف عليها المرحوم الحسن الثاني في المغرب في رمضان. في رمضان. والحسن الثاني رحمه الله أحبه. ليش؟ لأنه أمام الحظوة التي لقيها من العلماء، بعض علماء المغرب أوعز إلى الملك، قال والله هذا الرجل ليس عالما، هذا مجرد ناقل كلام فقط وليس عالما، ليش هذه الحظوة؟ فأراد الملك أن يمتحنه. حدد له ليلة إلقاء محاضرته موضوع أعده. لما صعد المنبر وقال بسم الله الرحمن الرحيم، استوقفه الملك. كان فقيها وعالما وذكيا وجعبذا، وأنا زرته، هذا الرجل قبل أن تتكلم يجيبك عما ستقول. عجيب عجيب جدا.
المعي يقرأ في عقول الناس مخاطب. فقالوا يا فضيلة الشيخ حصل بيني وبين السادة العلماء خلاف في مسألة، وجاب له مسألة من خفايا علم الأصول، مسألة منسية لا أعرفها إلا الراسخون في العلم، فما هو القول السديد فيها؟ فقال بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يتوقف إلا بعد ساعتين اثنتين بعد أن قرر المسألة بأصولها وفروعها وتفاريعها وردود العلماء فيها، وأحال على الكتب التي نقلتها بشكل كأنه يقرأ في كتاب. فكانت ردة الفعل أن وقف الملك شخصيا وقبله من رأسه. محمد الفاضل بن عاشور، هذا محمد الفاضل بن عاشور. كان لي موقف مؤثر مع جلالة الملك المغفور له حسن الثاني الذي اجتمعت به وقد دعيت أن ألقي أمامه محاضرة لكن لم أجرؤ، لأن الرجل كان أوسع فكرا وأبعد نظرا، وقد أفدت من هذه الجلسة التي تعرفت فيها على شخص واسع الثقافة عميق المعرفة قادر على أن يعي الأشياء قبل وقوعها رحمه الله. وللعقول أن يتغلب عليه الحكمة، وللدور السياسي لقادة المغرب العربي الكبير أن يتدخلوا لدى الجميع. أقول لدى الجميع لأن حتى نبقى سنيين حنيفيين في تجمع المغرب العربي، المغرب العربي وتجمع سياسي واقتصادي، ولكن لن يكون أبدا محورا عسكريا أو دفاعيا ضد أي كان وبالأخص بالمنطقة. فمن هنا باسمكم جميعا نرفع نداء، نوجه نداء إلى فخامة الرئيس سيد عبدو ديوف وإلى فخامة الرئيس سيد الطايا، كما نتوجه إلى الشعوب، فإن المسألة أخاف أن تصبح مسألة تأر، كل واحد له طأر على سعر أخيه وصاحبه. فالمطلوب منهم الآن أن يحترموا حرمة هذا الشهر حتى تنزيل الحمى، وحتى يتغلب الحكمة على الاندفاع والأهواء، والله إن شاء الله يفتح صدورنا جميعا لما فيه الخير، وتحيدي صفوف أمتنا وأسرتنا العربية والإسلامية. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.